منتصف الليل بتوقيت الجزائر، النشرة الأخيرة. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. الوزير الأول عبد العزيز جراد يرافع من أجل تكثيف التشاور لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ويدعو لبحث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية خلال كلمته في الدورة الاستثنائية 14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يطالب بانسحاب المغرب من الأراضي المحتلة، ويدعو الاتحاد الإفريقي للضغط على المغرب لوضع حد للاحتلال العسكري غير المشروع للأراضي الصحراوية. استئناف الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات الوطن تدريجياً ابتداءً من أمس مع احترام صارم للبروتوكول الصحي. وحدات الجيش الوطني الشعبي تسخر إمكاناتها لفتح المسالك والطرق وفك العزلة عن المواطنين ببتنا إثر التقلبات الجوية الأخيرة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية إذن، أكد أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال أشغاله القمة الاستثنائية 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول مبادرة إسكات البنادق بإفريقيا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أكد أن مشروع إسكات الأسلحة لن يكتمل دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، عملا بالإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 والأجندة القارية 2063، وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية. وأمام التطورات الخطيرة التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا بسبب الجمود غير المسبوق وغياب أي أفق لتسوية النزاع، شدد الوزير الأول على ضرورة بحث مسار التسوية السياسية بالتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى مسار المفاوضات بين طرفي النزاع. تؤكد بلادي حرصها على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع هذه الجائحة على شعوب القارة، والتي أثرت سلبا على طيرة مساعينا للتخلص من النزاعات المسلحة وإسكات الأسلحة في إفريقيا. تحقيقا لهذا المسعى، أود الإشارة إلى التدابير الآتية. أولا، تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنفي ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وهنا تسجل الجزائر بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب. ثانيا، تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع وبناء القدرات التأمين. ثالثا، العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة إلى مصدر للنزاعات والمخاطر على الأمن والاستقرار، وتسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال. الوزير الأول شدد على ضرورة تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب.
كما دعا جراد إلى معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات، خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب أفاق تنمية اقتصادية حقيقية، وذلك إدراكا لمتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية. لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 والأجندة القارية في 2063. الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية. وأمام التطورات الخطيرة التي عرفتها هذه القضية مؤخرا بسبب الجمود غير المسبوق، في غياب أي أفق لتسوية النزاع والتي تشكل مصدر قلق لبلادي، فإننا ندعو إلى ضرورة بعث مسار التسوية السياسية بالتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرف النزاع. كما تدعو الجزائر منظمتنا القارية إلى الاضطلاع بعهدتها المرتبطة بحفاظ السلم والأمن الإفريقيين وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي للمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أماده. دعا أمس رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي دعا الاتحاد الإفريقي للضغط على المغرب لوضع حد للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الأراضي الصحراوية. وقال الرئيس الصحراوي أن الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي، وأمام الخطورة البالغة لهذا العدوان المغربي فإنها تطالب وبإلحاح بإلزام المملكة المغربية بالتقيد التام بأهداف في ومبادئ القانون التأسيسي المعتمد في يوليو 2000 في توغو الذي وقعت وصادقت عليه دون أي تحفظ بعد انضمامها للاتحاد من خلال إنهاء احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي. وأشار غالي في كلمته عبر الفيديو خلال الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق بأن الاندلاع المواجهة المسلحة من جديد بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية منذ 13 نوفمبر المنصرم جاءت جراء الخرق السافر والمعلن لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصلها التام من التزاماتها ونسفها لمسار السلام الأممي الإفريقي ومضيها في سياسة التوسع نحو أجزاء أخرى من التراب الوطني الصحراوي. وأكد الرئيس الصحراوي أن الممارسات الاستعمارية المستمرة من طرف دولة الاحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من الجمهوريات الصحراوية، سواء ما تعلق بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان ضد المدنيين العزل الذين يتعرضون اليوم في ظروف استشراء وباء كورونا، يتعرضون لقمع ممنهج وإهمال خطير يضاهي محاولة الإبادة في وقت يواجه فيه السجناء السياسيون الصحراويون في السجون المغربية شتى أنواع التعذيب وعدم المبالاة. في التعاون يترأس اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مناصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمن جوزيب بوريل أشغال الاجتماع 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. اللقاء الذي يعتبر أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيقوم خلاله الطرفان بتقييم شامل للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي والعلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة. كما سيتطرق الطرفان للأولويات
مشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للسنوات المقبلة، حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية والشاملة. وفي التعاون الجزائري الإيطالي، استقبل أمس وزير الصناعة فرحات أيت آل إبراهيم الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو. اللقاء سمح بتقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية، لا سيما في القطاع الصناعي، وبحث المجالات التي من شأنها أن تشكل فرصا للشراكة بين الطرفين على غرار الميكانيك، الصناعات الغذائية، الفلاحة، المناجم، الطاقة والطاقات المتجددة. كما جاء في العناوين، إذا استؤنفت أمس الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات الوطن، وذلك بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث شهدت بعض المطارات انطلاق أولى رحلاتها وسط بروتوكول صحي صارم ضمانا لصحة المسافرين وعمال المطار. صحيا، وفي جديد التطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض الحصيلة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، مع تسجيل 750 حالة في خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح المعدل ب 1.7 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 14 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 16 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات، و 18 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، عددها 15 وفاة جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 445 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم، العدد تاعهم 57,146، منهم 529 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء النحالي على مستوى المستشفيات عبر الوطن، 44 مريض في العناية المركزة. هذا ووصلت أمس إلى الجزائر الدفعة الثانية من الهبة التضامنية التي قدمتها مؤسسة أمال الجزائر من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا كتضامن وعربون محبة لبلدهم الجزائر. الشحنة السادسة من المساعدات التي تقدمها المؤسسة تعتبر الأكبر من نوعها، وتضم 20 طنا من الأدوية والتجهيزات الطبية موجهة للصيدلية المركزية. على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن في إطار مهامها الإنسانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بباتنا بالناحية العسكرية الخامسة بالتدخل على طول الطريق الرابط بين منطقتي الأرباع وتقصيرت، التي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج. والمتابعة لإلهام عشيرة. هي صور من المهام النبيلة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، حيث تتدخل مفارز من القطاع العسكري بالناحية العسكرية الخامسة بفك العزلة هنا بمنطقة الأرباع بولاية باتنا إثر التساقط الكثيف للثلوج. تنفيذاً للتعليمات القيادة العليا، وبعد تساقط الثلوج بكثافة في منطقة الأرباع، تقوم هذا اليوم مفرز الجيش الوطني الشعبي التابع للقطاع العسكري باتنا بالتدخل لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين. باستعمال آليات ومعدات سخرت لهذا الغرض، تم فتح عدة طرقات ومسالك جبلية بين منطقة الأرباع وتقصرت. هو تأكيد للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون للمواطنين في جميع المناطق المتضررة وفي كل الظروف. هذا وخلفت حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة 7 ضحايا و13 جريحا حسب حصيلة لمصالح الدرك الوطني. هذه الحوادث وقعت بولاية تيرت، سعيدة، سيدي بلعباس، غريزان، الأغواط، بتنا وبجاية.
في أخبار العدالة، انطلقت أمس بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ. وكانت المحكمة الابتدائية لسيد محمد قد أدانت خلال شهر سبتمبر المنصرم المتهمين بثمان سنوات وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما. هذا ودان مجلس قضاء العاصمة أمس النائب البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بسبع سنوات سجنا نافذة وتغريمه بثمانية ملايين دينار جزائري بتهم متعلقة بالفساد، أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما أصدر المجلس حكما مماثلا بسبع سنوات سجنا نافذا في حق إسكندر ولد عباس ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكم غيابيا بعشرين سنة حبسا نافذا على أخيه الوافي مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم، إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة. وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بمئتي ألف دينار بنفس التهم، إضافة إلى استغلال النفوذ. استنكر أمين العقال بمنطقة الأهجار أحمد إدابير تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، مستهجنا بشدة تجاسر هذا الأخير من خلال هذا التدخل الذي يعكس الممارسات التي تعد خرقا لمبادئ القانون الدولي للمساس باحترام سيادة الدول على أقاليمها. وأكد أحمد إدابير في بيان باسمه وباسم رؤساء قبائل الأهجار وأعيان المنطقة وسكان تامن راست، أكد بأن هذا التدخل المتكرر للبرلمان الأوروبي تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات يعتبر الذريعة التي طالما كانت مبررا لكل تدخل في الشؤون الداخلية للدول للمساس باستقرارها. كما أضاف إدابير بأن الشعب الجزائري شعب أبي دفع الغالي والنفيس من أجل أن ترفرف الراية الوطنية عاليا، ولا مبرر للبرلمان الأوروبي لأن يتطاول على سيادة الجزائر في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين طوال سنوات، مذكرا بأن الجزائر هي دولة ديمقراطية ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة ولن يرضى شعبها أن تمارس عليه أي وصايا. ومن جهتها عبرت أمس لجنة مبادرة القوى الوطنية للإصلاح عن رفضها القاطع للائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأكد بيان للجنة المبادرة عقب اجتماع خصص لمناقشة الوضع الراهن في البلاد رفضه القاطع للائحة البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يمكن قراءتها إلا في سياق المزايدات المتكررة من هذه المؤسسة وبعض أقطابها على بلادنا ومحاولة لضرب الاستقرار وفرض الوصاية على الشعب الجزائري ومؤسساته السيدة. وصلت صباحة أمس القافلة الإنسانية التضامنية المقدمة من طرف الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث تم تسليمها للهلال الأحمر الصحراوي. القافلة تعد ضمن العديد من المبادرات التضامنية التي ساهمت بها مختلف فعاليات المجتمع المدني للشعب الصحراوي منذ بداية جائحة كورونا. الشكر والامتنان لاتحاد الفلاحين الجزائريين واللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على هذه المبادرة القيمة والتي تدخل في سياق هبة التضامن الواسعة للشعب الجزائري مع أخيه الشعب الصحراوي الذي يعاني الأمرين من هذا الاعتداء المغربي السافر من خلال وقف إطلاق النار وتسبب في تشريد مرة أخرى من المناطق المحررة الآلاف من المواطنين الصحراويين. هذه القافلة ستخفف من هذه الظروف الصعبة وهي تدخل في التقاليد الحميدة التي تقاليد الكرم والسخاء والوفاء للمبادئ للشعب الجزائري.
حزبيا جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، جدد إدانته القوية لاستمرار اعتداءات الجيش المغربي داخل الأراضي الصحراوية وخرق الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع عام 91 واحتلال معبر الجرجرات وفرض الأمر الواقع. نطالب الاتحاد الإفريقي يلعب دوره، لأن ما جرى أنه اعتداء دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وهي المغرب على دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي وهي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشعبية. إذن ندعو أيضا الاتحاد الإفريقي أن يقوم بنطاق صلاحيته من خلال مجلس الأمن الإفريقي، مفوضية الأمن الإفريقية، أو من خلال الأمين العام للاتحاد، لأن هذا يعتبر انتهاك دولة تعتدي على دولة أخرى. والاتحاد الإفريقي لحد الآن يتفرج تاركا المجال لقوى أخرى غربية ضاغطة في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة. وفي تطورات الوضع بالقرقرات، واصلت وحدات جيش التحرير الشعبية الصحراوي شن هجمات عنيفة استهدفت مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار أول أمس وأمس، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 24 الصادر عن وزارة الدفاع الوطنية الصحراوية. وشنت أول أمس وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي حسب البيان ذاته هجمات مستهدفة قواعد العدو المتخندقة في روس أوديات السديدة بقطاع الفارسية وفي منطقة أكليبات العكاية بقطاع أسردة. هذا وعبرت جمهورية بوتسوانا في خطاب لرئيسها موغويتسي ماسيسي أمام قمة الاتحاد الإفريقي عبر التواصل بالفيديو أمس عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء الذي نفذته قوات عسكرية مغربية على مدنيين صحراويين يوم 13 نوفمبر الماضي، واضعة بذلك نهاية لاتفاق وقف النار القائم بين طرفي النزاع منذ التسعينيات. وأكد الرئيس البوتسواني أن إفريقيا التي نريدها ستبقى مجرد حلم طالما لم يحصل الشعب الصحراوي على استقلاله الكامل، ويقرر مصيره مجددا التأكيد على دعم بوتسوانا الثابت لتحرير الصحراء الغربية. في جديد كورونا عبر العالم، انطلقت في روسيا حملة التطعيم ضد الفيروس بلقاح سبوتنيك 7، فيما تستعد بريطانيا لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتك هذا الأسبوع. والتقرير لخالد ذهبي. وسط حصيلة قياسية للجائحة نهاية سنة يطل فيها تفاؤل حذر، فبعض الدول تتهيأ لتلقي لقاحات ثبتت فعاليتها، ومنها من بدأ فعليا كروسيا التي شهدت أمس حملة واسعة للتطعيم بلقاحها محلي صنع سبوتنيك في. والأولوية للمصالح الصحية والتربوية. الخيارات متعددة ما بين اللقاح الصيني أو الروسي أو لقاح فايزر وبايونتيك الذي ستستخدمه بريطانيا، وستكون الملكة إليزابيث وزوجها من أوائل المتلقين له. في المقابل، أرقام كوفيد ما زالت تدفع بعض الدول لتمديد الإغلاق، فتونس مددت حظر التجوال لغاية الربيع المقبل. أما إيطاليا فسجلت قفزة كبيرة في عدد الوفيات، تعدت 560 حالة في 24 ساعة فقط، وهي ثاني دولة في القارة العجوز تجاوز فيها رقم الوفيات حاجز 60,000 بعد بريطانيا. كوفيد الذي أصاب لحد الآن أكثر من 67 مليون شخص عبر العالم، تعافى منه في المقابل ما يربو عن 46 مليون شخص. فهل ستقلب اللقاحات معادلة الإصابات والشفاء في عام مقبل؟ يرجى منه ما فات في سنة استثنائية. بفرنسا تم أمس اعتقال 64 متظاهرا وإصابة 8 من عناصر الشرطة في احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن المثير للجدل، والذي يضع قيودا على نشر صور تظهر وجوه رجال الشرطة. المشروع يرى معارضوه أنه ينتهك الحريات، حيث تظاهر عشرات الآلاف في 90 مسيرة أول أمس احتجاجا عليه. هذا وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حطم المتظاهرون المقنعون نوافذ المتاجر وأضرموا النار في عدد من السيارات.
نعود إلى أخبارنا الوطنية لنختم بالرياضة، حيث تأهل شباب بلوزداد ممثل الجزائر إلى الدور القادم من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه أمس بالقاهرة بهدفين لصفر أمام النصر الليبي. هدفا الشباب سجلهما كل من المدافع شعيب كداد وصالح فكرون ضد مرماه. هذه المرة الجهة اليمنى للحارس الليبي فتحي الرشيد، رأسية ممتازة في الشباك، هدف مقابل صفر. يا سلام يا سلام على شباب بلوزداد، طبعا نريدهم هكذا أقوياء في الكرات الأرضية السريعة. و محاولة أرضية والهدف، الهدف الثاني يظهر لي عن طريق هل بالحول أم ضد مرمى أم حايس، يظهر لي حايس هو اللي ضرب الكرة وأحد اللاعبين. وسيواجه شباب الوزداد في الدوري المقبل فريق غور ماهيا الكيني، حظ موفق لممثل الجزائر. بالرياضة نختم، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة، السلام عليكم.